ورجعنا لكم بعد الفاصل. ما عملناش حاجة غير ان العجينة بتاعة البيتزا حطيت عليها بيضة واحدة مش بيضتين يعني، علشان هي كانت العجينة جميلة جدا مش محتاجة بيض كتير، وحطيتها علشان تخمر. وهنعمل لغاية ما تبقى نعمل العجينة بتاعة البيتزا. قطعت السجق هحطه بشويش في الطاسة، هنديله ايه تقليبتين حلوين كده في زيت الزيتون. تمام. وقطعت انا العيش فرغته، وجبت ماسكربوني قشطه، نوع قشطه تلياني، هو موجود برضو في السوبر ماركت وبيبقى يتعمل برضو من هنا منتجاتنا المصري عندنا منه. ده لبابة العيش، ممكن لبابة العيش دي برضو تحطيها في الفريزر وتستخدميها بعد كده في حاجات تانية، وانا هستخدمها بستخدم تملي العيش اللي هو اللي بايت بيعمل كرامبلز، ممكن تعمليه في اي حاجة حلوة او حاجة حادقة هنبقى نستخدمه. عملت قطعت العيش وفرغته بالطريقة دي عشان هحط فيه جوه السجق. تمام. هيبقى شكله مختلف وتبقى ايه حاجة حلوة كده في مناسبة سعيدة، في عيد ميلاد، تعملي يعني تغيير يعني بدل ما تحطيه في الطبق. تمام. اهو السجق. هبتدي بقى اشكل انا البيتزا. تمام. جبت انا هنا دي اللي هحط عليها البيتزا. تمام. هنطلع البلانشا. ماشي. هنحط هنا البيتزا، هنعمل بيتزا مدوره، خليها دلوقتي هنا، وهنحط شويه دقيق كده ايه من اهو. تمام. علشان ايه العجينه تبقى في ايدينا كويسه. ان شاء الله العجينه اهي خمرت وبقت جميله اهي. طبعا كده ريحتها تجن ان شاء الله. خلاص ايه هنحط بس ايه نصها، يعني احنا هنقطع نصها كده. تمام. نحط النص التاني برضو هنا، وايه هنعملها بايدينا بإيديا كده، حنينة حنينة على البيتزاية، علشان بالمنشبة والمردنة هتبقى ناشفة جدا زي ما قلتلكوا، هتطلع كل الزيت منها وهتبقى عارفين الفطاطري أحسن ناس بتعمل بيتزا في إيطاليا هي الفطاطرية المصريين، يقولك بيتزايولو هو المصري مفيش غيره، لأنه هو بقى بيلفها وبيطلعها وبيشكلها. احسن فطاطريه في ايطاليا مصريين، بيتزايولو هم المصريين، بيمسكوا العجينه ويلعبوا بيها ويشكلوها ويعملوا شو زي مثلا في الصين لما بيقعدوا يعملوا الداند النودل دي ويطلعوها وينزلوها ويطلعوها. فدي ايه تملي البيتزا احلى حاجه فيها انها تبقى رقيقه بالطريقه دي. وهنروح حاطينها هنا على الفورمة بتاعتنا. تمام. اهي زي ما قلتلك التكة فيها بايديكي. تمام. اهي هنروح حاطين عليها، هنوطي عليه شوية، هنروح حاطين عليها دلوقتي الهريسة. دي هريسة شطة شطة، دي مش للصغيرين. تمام. وهروح حط عليها نقطة زيت زيتون، وبعد كده هروح حط عليها السلام. تمام. هي لازم تبقى محمرية وجميلة كده، وكمان معاها الجبنة اللي هي بتسيح وبتشد وعرفناها كلنا الموتزاريلا. تمام. ادي البيتزاية جميلة خلاص حطينا عليها، مش كتير مش كتير، بس هنحط عليها شوية طماطم كده بس واحدتين تلاتة خلاص، وهنروح حاطين عليها الموتزاريلا هنا تحت مش فوق. تمام. ظبطت بقى الفرن عشان الموتزاريلا عشان ما تعملش ما تبوظش وما تتحرقش، انك انت على نار تكون جامده جدا طلعيها نزليها وتحطيها مش جنب النار عشان ما تبوظش. كده احنا عملنا البيتزا، هنحطها في الفرن بتاعنا
ده سلامي، عايزه اي نوع من انواع السلامي هتحطيه. تمام، وهيحمر وهيبقى جميل. ممكن عايزه ترش عليه من فوق الاحمر ده ممكن بتاعنا، بس ايه. تمام، تحط هنا كمان شويه كمان موتزاريلا في الجناب علشان ايه تبقى مية مية، حتة وحتة كده. كده يبقى احنا خلصنا البيتزا بتاعتنا، هنحطها جوه الفرن. تمام، خلاص. لما تطلع حتة لما تسيح شوية نروح حاطين من فوق، ممكن تروحي حاطة عليها من فوق، وكده تبقى خلصنا البيتزا بتاعتنا. تمام، على نار هادية تبقى البيتزا بتاعتنا. هنعمل بقى الطبق التاني اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنمسح بس كده شوية. احنا عملنا السجق طبعا وبيستوي تمام كويس قوي قوي. الدقيق بقى، مطرح الدقيق. عايزة تعملي بيتزا تانية طبعا، اعملي بيتزا تانية بالمرة. يعني الواحد لما بيعمل بيتزا بتبقى حفلة البيتزا، بالزيتون بالزعتر اللي انت عايزاه. اللي انا عاملاها دي كفايه عليها بالشطه، مش هحط لها حاجه ثانيه. عايزه تحطي عليها زعتر ممكن تحطي عليها زعتر، عايزه تحطي ريحان، عايزه تحطي اوريجانو، عايزه تحطي روزماري، اي حاجه هترشيها من فوقيها. تمام، بس ممكن وعايزه زيتون عليها. انا عملتها بس بيتزا سلامي وخلاص. تمام، اسهل حاجه. دلوقتي هعمل السجق بتاعي ده دلوقتي، لازم يحمر كويس. هروح دلقاه طبعا هنا في العيش هنا، بعد ما هعمل عليه الطماطم. بس انا عايزه احطه طبعا روخر هيتحط في الفرن. تمام، هنروح حاطين، عايزه احط بس ايه نقطه زيت هنا عشان يمسك. نمسك هنا كده. بإيديا مش مشكلة خالص، دينا بنعجن بإيدينا وبنحط بإيدينا أهو. وهحط إيه العيش. تمام، المرة دي كده. وهروح حاطة عليه من جوه كمان حبة دي، هغسلها. عشان هنحط عليها زيت، هحط على ده برضو جوزة الطيب. هو تملي سجق بيبقى متحبش، بس انت يعني حطي له برضو ايه التكه بتاعتك. تمام، اهي. الله الله على الروايح. حبه طماطم اهو، ده اللي هنحطه عليه فريش كده، تبقاش ايه ما تخليهاش تبقى صلصه، يا دوبك هي ايه بس. حبه زيت زيتون هنا في العيش عشان ما يلزقش فيه. العيش بقى عايزه التكه بتاعته بقى، لو هو نص سوا يا سلام يتحط كل الحاجات جواه. ماشي، عايزه تحطي بقى شوربه في العيش. لو انت روحتي اي وقت عند الفرن وعايزه تبقي تقولي له نص سوا، ممكن يحطه لك ونحطه لك في الفريزر وتاخديه، وبعد كده تعملي من الاول وجديد كل الاكل ده جوه العيش من غير ما انت يكون العيش مستوي. تمام، هنحطه هنا. ادي السجق. تمام، خلص اهو. تمام، وهنروح حاطين عليه البيض. وهو جوه في البيض هنروح حاطين عليه هنروح فقشين عليه البيض. والبيض طبعا بعد كده هيحط سنه في الفرن، هيروح مستوي جميل جدا اهو. زي ما انت عايزه بقى، واحد بيضتين ثلاثه اربعه خمسه، زي ما انت عايزه، بس عشان تبقى ايه واخده ايه نسبه وتناسب اهو. وهتروحي حطاه جوه بشويه، اغسل ايدي بس
بحبه فلفل اسود، كده اهو الطريقه دي، فلفل اسود، ملح، تمام. وكده يبقى هنحطه في الفرن، نحط شويه ايه، ريحان، ريحان فريش، تمام. ده بيحميها كمان البيض عشان ما ايه، ما يتلسعش. وهنحط عليه العيش من فوق، تمام. كده يبقى احنا خلصنا العيش بتاعنا، هنحطه في الفرن ونرجع نوريه لكم هو والبيتزا لما يكونوا خلصوا. وادي الحاجه بعد ما استوت، البيتزا السلامي والعيش بتاعنا بالسجق بالريحان بالبيض، فظيع، ومعاه حته كريمه عليها من فوق. وكده تبقى حلقتنا النهارده خلصت، عملت لكم حاجتين حلوين يستاهلوا بقكم. شوفوهم على قناة ست البيت، على الويب سايت، وعلى برنامج وصفة أمل. أشوفكم على خير.